متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاجاسيتي. اليوم غادي نحطوا الرحاب بجماعة بوتكورة باش نناقشوا أولا الموضوع الذي أتي أثار ضجة في هذه المنطقة هذه، والتي تتعلق بواحد إغلاق ممر في وجه بعض سكان هذه المنطقة هذه اللي كانوا من خلاله تيدوزوا وسط جماعة بوتكورة. وأيضا سنناقشوا موضوع جماعة بوتكورة والتنمية في هذه الجماعة هذه. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السي طه بوشعيب رئيس الجماعة. سي طه بوشعيب مرحبا بك. شكرا ممثلين ديال الموقع الالكتروني انفاس. سي طه بوشعيب، مؤخرا تفضوا مجموعه من السكان تاع بوسكوره ضد اغلاق واحد الممر كان تاديهم الى وسط مدينه بوسكوره، اش الحكايه ديال هذا الممر هذا؟ بالنسبه لذاك الممر كان هو ماشي ممر رسمي اولا، الا بغينا نقولوا ممر غير كلونديستان، لانه ما كاينش باسريل تما وكاين قطار تما كيدوز وكاين واحد العدد ديال ممرات ديال السكك تما، ماشي واحد راه جاو مستفين واحد ربعه ولا خمسه ديال الممرات، والناس كانوا كيدوزوا تما مؤقتا لانه قراب لاكسي للاكار والجهه الضفه الاخرى ديال بوسكوره. الوينسيف هاد العدد ديال المشاكل اللي كانوا وقعوا لهم، كانوا بزاف ديال لي زاكسيدون لي مورتيل اللي ماتوا فيهم الناس في السكه، الناس اللي كيبغيو يقطعوا هكاك وكيوقع لهم مشكل، اضطروا انهم راكشيهم سيجوا كاع هذاك الخط ديالهم السكاكي بامير دو كلوتير، اضطروا انهم يسدوا هذاك الممر لانه غير يقدر يتسبب لهم في اي لحظه واحد الوفيات ولا شي حاجه بحال هكا. كانت حنا كان واحد الطلب ديال الساكنه تما انه يعاود يدار لهم واحد الممر من تماك. فعلا خرجت اللجنه تما، كان بروفوكينا اون كوميسيون اللي خرجت لتما وعاينت وشافت، وهذيك اللجنه ملي خرجت كان ما كانش الناس ديال لوين سيف اللي هما معنيين بالامر بالدرجه الاولى، لانه هذاك الخط ديالهم هما سميتهم هما محرم ديال الطرق ديال القطار اللي ما يمكنش الجماعه تدخل ليه ولا دير فيه شي حاجه الا الناس ديال لوين سيف. بون اللجنه ملي خرجت ارتأت انه باش هاد الناس يدوزوا لتماك يمكن يكون ان اكسي تما ديال واحد اون باسريل اللي كدوز الناس من تما، ممكن انه تكون تما باش تسهل المرور والولوج للناس، ولكن الغياب ديال الناس لوينسيف كيطرح ديما مشكل، خصهم هما اللي يعطيو الموافقه ولاكور من بعد الدراسات ديالهم واش ممكن ولا ماشي ممكن. حنا راسلنا الناس ديال لوينسيف بناء على هذيك المحضر ديال اللجنه اللي خرجت اللي كتقول بانه امكانيه ممكن يداروا ان باسريل، ولكن اللجنه ماشي تقنيه، لان اللي كيبقى الامور كترجع ديما للناس ديال لوينسيف هما اللي خصهم يحددوا لنا واش غيمكن يدار ولا ما يمكنش يدار، لان كاين شي بلايص ما يمكنش يدار فيهم. حنا دابا راسلنا الناس ديال لوينسيف باش يجاوبونا على امكانيه احداث هذاك الممر تما لهاد الناس باش يمكن لهم يدوزوا بسهوله الممر الاخر ولا كار. اذا لابد من موافقه تاع المكتب السكك الحديديه من اجل ازاز هذه القنطره هذه. من طبيعه الحال لانه خاص الموافقه ديال لوينسيف، القنطره اللي بغيتي ديرها راه خاصك موافقه ديال لوينسيف. اذا حنا كنتسناو الجواب ديال لوينسيف، وخبرنا في المراسله ديالنا لوينسيف قلنا لهم بانه اذا كانت الامكانيه ديال احداث هذا الممر راه ممكن الجماعه تساهم حتى هي كذلك مع الوينسيف ولا مع الجهه بالنسبه للتمويل في هذه الاحداث ديال هذا الممر، يعني الجماعه مستعده ما عندهاش اشكال. اذا كنتسناو الجواب ديال الوينسيف، ملي توصلوا بالجواب ديال الوينسيف عاد غيبان لنا اش كاين. كانت الامكانيه راه غادي نطلبوا منهم يعطيونا القيمه الاجماليه شحال المساهمه الجماعيه، وحنا مستعدين نساهموا باش نسهلوا لاكسي للناس في هذيك المنطقه. اذا لحد الساعه باقي ما توصلتوش بالجواب من مكتب السكك الحديديه. مازال ما توصلناش بالجواب، لانه تنظن ان الوينسيف باش تجاوب خاصها دير ليتود ديالها ديال الفيزابيليتي ديال واش امكانيه احداث هذاك الممر ولا ما يمكنش، وعاد غتجاوبنا. دونك حنا كنتسناو الجواب في اي وقت، حنا ما عندناش وديك الساعه غنبلغوا حتى الناس، نبلغوهم نقول لهم راه ممكن يدار وراه الجماعه غدا دير او لا راه ما يمكنش يدار، وحتى انا ما كانش امكاني ما يمكنش يدار، راه ربما راه كاين حاليا راه كاين لاكسي عن طريق القنطره يقدروا يمشيوا للاكار. واش كاين شي حلول بديله من غير احداث قنطره؟ لا راه كاين لاكسي، غير الناس دابا تيبغيو الحاجه القريبه هي الاولى، اما راه كيدوزوا الناس من حدا القنطره وكيمشيوا للاكار عاديين. هما تيقولوا بان الطريق بعيده علينا بزاف. راه حيت راه ماشي الناس كلهم ساكنين حدا لاكار، راه كاينين الناس كيجيو منين باش يمشيو للاكار، اذا هذوك الناس راه هما اقرب من الناس اخرين، ولكن حنا كما كان الحال
الجامعه ما عندهاش مانع انه الا كانت الامكانيه ديال الاحداث ديالو راه غادي نساهموا فيه ونديروه ان شاء الله. وهذا راه خبرنا به الاخوان راه كانوا اتصلوا بيا لهاد الاخوان اللي كانوا داروا هاد الشكايه وخبرتهم بنفس سميتو قلت لهم راه حنا راسلنا الونسيف وكنتسناو الجواب ديال الونسيف. تعاني جامعة بوسكورة كما هي حال مجموعة من المناطق المحيطة بالدار البيضاء من خصائص في عدة مرافق وبنية تحتية، واش ما قدرتش جامعة بوسكورة والمناطق المحيطة بالدار البيضاء تستطع ما قدرتش تمتص بعض من المشاكل تاع الدار البيضاء؟ إلا بغينا نهضروا على بوسكورة ما نهضروش على بوسكورة بحال جات نزلت من السماء وتحطت مصايبة. بوسكورة 2010 2011 و2012 عبارة عن جامعة قروية، ملي كنقولوا جامعة قروية راه كنعرف انعدام البنيه التحتيه، لا ما كاين لا واد الحار لا ما لا الطرقان الشبكه الطرقيه، ولكن جات التصميم في 2015 دقه ديال 2015 جات تصميم تهيئه هو اللي حدد الشبكه ديال الطرق التهيئه اللي يمكن دار، وبناء على ذاك التصميم كعاد كدير الدراسات، والدراسات راه كتستغرق الوقت وكدير الدراسات وخصك التمويل، توجد التمويل في اطار البرمجه في اطار بزاف ديال الشراكات، يعني هذا كياخذ داك الوقت. كما كان الحال حنا بدينا خدامين الواد الحار، خدامين في واحد العدد ديال المناطق ديال الاحياء اللي هما دخلوا الواد الحار، دخلوا الماء، الطرق كيتصوبوا، الدلاج ديال الزناقي كيدار. ما نقولوش راه انه ما كاينش بنيه تحتيه، كاينه بالعكس خدامين على البنيه التحتيه. وحاليا في هذه اللحظه اللي كنهضروا فيها يمكن لك الى درتي غتلقى واحد الربعه ديال الطرق تهيئه كبار كيتصوبوا، يلا كيتحدثوا. كاين الطريق اللي كتكمل ديك الاو ديال المستشفيات ديال لوبيتال يونيفرسيتير محمد السادس والمستشفى ديال بوسكوره اللي هو غادي يتحل قريبا. هذا طرقان باش تسهل الولوج لهذا لوبيتال ديال اللي غادي تفتح الاخر، كاين دابا لاكسي ديالو. هي الطريق كتصايب. كاينه الطريق الاخرى اللي هي غادي تربط ما بين 3011 وحتى لعند السكه، الاخر ديال السكه راه هي في طور الاشغال حتى هي، طريق ديال 20 متر في العرض تقريبا. كاينه الطريق الاخرى كذلك ديال لونيب اللي غتجي من قريبه من حدا بريكولاج وغتمشي حتى هي حتى السكه ترونش اه ترونش اون. ولكن كلشي هذه المشاريع اللي تقول تدخل في اطار مشاريع ما كاينش على ارض الواقع. كاينه المشاريع خدامه، كاينه الطريق اللي ربما دزتوا منها ولا شفتوها اللي هي راه في طور الاشغال اللي كتربط بين جامعه بوسكوره والطريق اللي جايه من عزبان، راه باديه الاشغال ديجا راهي غاده ورغم الصعوبات اللي كنلقاو، ولكن الحمد لله بجهد الجهد ديال السيد العامل والسلطات السلطه السيد الباشا الساده القياد كلشي الجماعه بدلين واحد الجهد كبير من وزاره التجهيز. المهم الحمد لله راه الطريق راهي دابا راه واضحه باينه، غتكون فيها الاناره العموميه، راه تقريبا الاناره العموميه غدير لنا واحد 20 مليون درهم غير الاناره العموميه ديال الطريق. واش تفكر جامعه بوسكوره دير واحد التدبير المفوض لقطاع الاناره العموميه؟ هذا المقترح اللي كاين بالنسبه ل 2022 هو انه حنا ما عندناش مشكل، حنا كنا درنا دوزنا مقررات في المجلس هذه في الولايه اللي سبقات على اساس نفوضوا القطاع ديال الاناره، لا الاناره العموميه ولا الربط ديال الاناره للمنازل للشركه ديال لاليدك، ولكن كانت صعوبات ماشي علينا حنايا يعني صعوبات ما يمكنش لوينو كاينه. دابا حاليا راه كاينه هذه المساله 2022 غادي إيه تكون هذه المساله هذه ديال تفويت ديال القطاع ديال الاناره العموميه للشركه ديال لاليدك، لان الشركه ديال لاليدك دابا هي اللي خدامه في الماء والواد الحار بالنسبه لجامعه بوسكوره. الجامعه المحيطه بمدينه الدار البيضاء ما قدرش يعني ترفع من التنميه ديالها ومن القدره ديالها باش تمتص كما قلت سابقا من المشاكل تاع الدار البيضاء، علما ان هذه الجامعات هذه هي اللي ولات حاضنه ومستقبله للعديد من السكان تاع المدينه. اشنو السبب في رايك؟ سنعرفوا واحد المساله هو تصميم تهيئه ملي جا فتح واحد المناطق كثيره في بوسكوره للتعمير، يعني ملي فتح لك المناطق للتعمير يعني غيكون البني غيكون في اطار القانون، يعني غيكونوا الناس كيجيو للجامعه ديال بوسكوره. نظرا للضغط اللي كاين في الدار البيضاء غادي بطبيعه الحال اقرب جامعه هي بوسكوره، لان احنا بالنسبه لنا الا خدينا التوقيت ما بين باش تخرج من جامعه بوسكوره يعني اقليم واصل ودخل الجامعه ديال الدار البيضاء يعني عين الشق 3 دقائق ولا 5 دقائق الا كنتي موتوريزي انت في الدار البيضاء ولا انت في عين الشق، يعني هذا كيسهل على الناس باش انهم يجيو لبوسكوره. حنا حاليا كاينين المقاولين اللي هما خدامين اللي كاين الاوفر ديالهم كاينه ديال السكن، كاين السكن الاجتماعي الناس، كاين السكن
الموين ستوندين كاين سكند الفيلات كاين كل شيء كاين. المرافق حتى هي كاينه مواكبه. المرافق انا ملي كنهضر انا على المرافق اكثريا المرافق الحره بالنسبه للتعليم بالنسبه يعني كاينه مرافق كبيره اللي جات البوسكوره. واحد العدد ديال المدارس كبيره اللي مهمه في الدار البيضاء كلها جات البوسكوره. وهذا كيعني انه المنطقه ديال البوسكوره عليها ضغط كبير. وحنا مواكبين هذا الضغط حسب الامكانيات اللي عندنا. والحمد لله حنا غاديين وكنشوفوا فين ما كيكون الخصاص او تكون شي حاجه حنا كنديروا التدخلات مع السيد العامل الله يجازيه بخير لانه واقف شخصيا على هذه المسائل. وكنتعاونوا كاملين باش انه نلبيو الطلبات ديال الساكنه ونمتصوا وبوسكوره كتمتص داك الضغط اللي كاين في الدار البيضاء. لا بوسكوره ولا دار بوعزه واكثر هي بوسكوره. ما تتفكر جماعه بوسكوره يعني بتنسيق مع مدينه الدار البيضاء ومؤسسه التعاون بين الجماعات باش يعني تكتف خطوط تاع التنقل بين الدار البيضاء وهاد الجماعه هادي؟ كاينه خطوط ديال التنقل. وانا راه كندير النائب في مؤسسه التعاون ديال البيضاء ديال النقل. وكان الحمد لله السنه اللي فاتت كان ورا تلقوا الطوبيسات هنايا تقريبا واحد 4 ليله اللي كيدوزوا دابا من بوسكوره. كاين 307 وكاين 106 وكاين 200 وكاين 309 اللي كيطلع حتى للمدينه الخضراء تا هو. يعني هاد الخطوط هي باديه وكاينه خطوط اللي غادا تطلق قريبا كانت غتطلق في شهر 11 ولكن خاص تنتخب الرئيس ديال المؤسسه ديال التعاون البيضاء النقل وانتخاب ديالو غادي يكون غدا ان شاء الله الجمعه 26/11. ملي تنتخب الرئيس غادي تلقوا دوك الخطوط اللي غيتزادوا البوسكوره راه ما كاينين ومبرمجين والطوبيسات راه محطوطين. طرح واحد المشكل اخر في داخل جامعه بوسكوره مؤخرا هو ان البعض الساكنه تتقطع عليهم الماء وبانهم اصبحوا مهددين بالعطش. اشنو المشكل بالضبط؟ بالنسبه للناس اللي اتصلوا بكم تنظن انهم اتصلوا بي حتى انايا هما الناس ديال ولاد بن عمار والناس ديال ولاد مالك هادو اللي عندهم لي بروجي اونكور اونكور ديتود يعني في طور الدراسات في المرحله الاخيره وقريبا ان شاء الله غتبدا عندهم الاشغال ديال لاليديك ديال الماء والتطهير السائل. وهذو مشاريع اللي هي كبيره بغلاف مالي كبير. ان شاء الله هذا المشكل ديال الجمعيات اللي كاينين ما غيبقاش. انا حاليا هاد الاحياء بجوج اللي هضرت لك عليهم ولاد بن عمر ولاد مالك وكذلك حتى القواسم هادو هما الاحياء اللي بقاو بلا ما بلا واد الحار ديال لاليديك فيهم الماء ديال الجمعيه ولكن هما اللي فيهم الدراسات وكاينه الفلوس غلاف مالي كاين. دونك حنا راه في اتصال دائما كل اسبوع اجتماعات مع لاليديك مع انماء باش يبداو اليوم وقريبا غيبداو اليوم ان شاء الله. سي طه بوشعيب شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.